كبسولة الليلة عن حرب المصطلحات المشتعلة. هنشوف هالفيديو من الفيلم المصري القديم البداية وارجع. سبحان من رسم الأرزاء بدون سبب. شفته؟ أنا كنت متأكد إنكم دستايبينوا على نياتكم. ما تخلوش واحد إبليس زي عادل يسمم أفكاركم ويخليكم تعترضوا على إرادة ربنا. ده ملحد، ده كافر. أعوذ بالله، حرام عليك ما تقولش كده يا أستاذ نبيل. حرام عليا أنا برضو بقول لكم، ده ملوش ملة، ملوش ملة، ده 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 ديمقراطي. ديمقراطي؟ أيوه. أقول لكم إيه أكتر من كده؟ يعني عمره ما هيورد على جنة. يا سلام، أنا سمعت كتير قوي عن الصنف الديمقراطي ده، بس ربك والحق أنا عمري ما شفت واحد منهم في بلاد. أديك شفت العينة، ولو ما كنتش مصدقني اسأله، هو نفسه ما يقدرش ينكر. لا دي مسألة ما انسكتش عليها أبدا. هو راح فين؟ إيه اللي ديمقراطي دي؟ يعني بالضبط هذا ما يحدث كل يوم عندنا. ومؤخرا نشر فيديو ترويجي بثه موقع الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة، يتضمن فيديو متعلق باتهام عدة أطياف بالتطرف ومنها طيف النسوية. طبعا أمن الدولة سارع للإعلان أن الفيديو عمل فردي لا يمثل الدولة، لكن بين لحظة ظهور الفيديو ولحظة إعلان بطلانه سادت حالة شماتة وشتيمة وحرب شعواء بين مناصري النسوية من الرجال والنساء وبين محاربيها. ليش الحرب؟ إيش أسبابها؟ ما حد فاهم. كل فترة يطلع لك مصطلح ويحول ساحات الانترنت لحلبة الصراع، ناس مع ناس ضد، ناس تكفروا، ناس تفتي بقتل معتنقية. فأنا اليوم حتكلم من واقع تجربة شخصية عايشتها، وأبغى أرجع شوي كذا للماضي إلى فترة زمنية معينة قبل سنوات كانت تصلني فيها رسائل إرهابية تهديدية بالذبح بشكل يومي لسبب بسيط، أني كنت أكتب وأفكر بشكل مختلف، أني قررت أعيش بشكل مختلف، أني اخترت أني أخرج من نمط الحياة التقليدية بدل الالتحاق بقفص الزواج. فوفق معايير الأحكام الفوضوية اللي منتشرة في الساحة بشكل مجنون اليوم، هل أكون نسوية منحلة لأني اخترت طموحي وأحلامي على الزواج؟ قبل موضة النسوية اللي طالعين لي فيها اليومين كان في موضة ثانية هي الليبرالية، وكان لقبي نادين الليبرالية، أطلقته علي فئات ما يعرفش معنى الليبرالية. وتعودت في كل مجلس أو مناسبة أكون فيها يطلع لي واحد وبدون مناسبة فجأة يفتح الموضوع ويتهم الليبراليين أو العلمانيين بالكفر. طبعا وقتها ما كنت أسكت، كنت أدخل بجدالات عقيمة مع أشخاص ما قريوا كتاب واحد أو مقال عن العلمانية، مو عارفين ينطقوا كلمة ليبرالية. لكن اليوم غيرت رأيي، قررت أني ما أشترك بحرب المصطلحات. يكفي سنوات من عمري راحت وأنا أناقش فلان عن مقال كتبته وهو ما قري أبدا، بس سمع عن فلان أنه المقال يخرج عن التقاليد. فعلا اليوم ماني مضطرة أقنع أحد أنه العلمانية مذهب سياسي لا علاقة له بالإلحاد، وهو مقتنع بشيخه الصدوق اللي أفتاله بتكفير العلمانية. فيكفي التطرف اللي أشغلنا سنوات عمرنا ببديهيات الحياة دفعنا للانصراف عن الإبداع. 40 سنة وإحنا نناقش أحقية قيادة المرأة للسيارة ونساء أخريات في العالم قاعدين يسوقوا مركبات فضائية. فرجاء باسم الوطن أوقفوا حرب المصطلحات المشتعلة. السعودية الجديدة لا تحتاج لعقلية الماضي المملة. أنا قررت أني ما أنشغل اليوم دفاعا عن مصطلح النسوية أمام أشخاص يجهلوها ويشتموها في آن، مهم الواحد ما يعادي إلا الشيء اللي يجهله، فعشان كذا بيشتموه لأنه ما عارفين إيش هي. فإن كنت ترى النسوية كفر هذه مشكلتك، إن كنت تراها خيانة هذه مصيبتك، وإن كنت تراها موجودة أصلا كحركة كاملة في السعودية فتلك المصيبة الأكبر. من زمان كل ما أحد سألني إيش رأيك بالحركة النسوية في السعودية أقول له وينها؟ لا توجد. وينها؟ لا توجد حركة نسوية سعودية. صح في هناك فكر نسوي، في مطالبات فردية كثيرة من نساء ورجال على مدى السنوات الماضية بحقوق المرأة، لكن لا يمكنك وصف المشهد بأنه حركة نسوية كاملة مشاهبها للحركات اللي ظهرت عالميا مطابقة لها بشكل علمي ودقيق. فهنا يجيك واحد يقول لك النسوية السعودية مختلفة عن النسوية في العالم لأن النسوية هنا كافرة وعميلة للخارج. طب أنا مثلا أطالب بحرية الحياة، بحق الاختيار، أنا أريد مساواة كاملة مع الرجل في الحقوق والواجبات،
هو نفس الأمر اللي أكد عليه ولي عهدنا الأمير محمد بن سلمان في رؤيته الجديدة الكريمة اللي أدخلتنا الحضارة أخيرا. فهل أكون كافرة أو خائنة أو عميلة؟ حقيقي أنا اليوم في هالكبسولة لا أنا مهتمة أشرح لأحد تاريخ النسوية ولا مراحلها، ولا إقناع أحد بأن الحركات النسوية العالمية ترفع اليوم راية مناهضة العنف ضد المرأة، ولا مهتمة أعرف بموجاتها التاريخية، ولا مناقشة اتهامها بالتفسخ والانسلاخ والشذوذ زي ما كنت أضيع أيامي وأنا أواجه وأناقش اتهام الليبرالية بالدعوة للانحلال والعري والاختلاط والشذوذ. ما حعمل كذا، أخرجوا الكتب وأقرأوا، طلعوا مقالات من جوجل وأقرأوا. بس كلمة أبغى أقولها للمثاليين اللي مرعوبين على بناتنا من الانحراف، كل واحد عامل نفسه يعني وصي على بناتنا. بناتنا راحوا مبتعثات صغيرات جدا على عمر 17 و18 وعاشوا في عمق بلدان التحرر، عاشوا في باريس، عاشوا في أمريكا، في النمسا، في ألمانيا، عاشوا في كل البلدان، ورجعوا بناتنا بأجمل صفات وبهاء وحصلنا على أرقى الدرجات. هل حولتهم الحركات النسوية هناك إلى منحلات وشاذات؟ والبنت حتى لو ما سافرت وفضاء النت الانترنت اليوم في بيتك ومفتوح على كل شيء وفي عقر دار بناتنا، أنا اللي أبغى أقوله أنه مو المفروض نسكت أبداً أمام اتهام بناتنا بأعراضهم. زمان كان بعض المتشددين يقولوا أن المرأة السعودية إذا قادت سيارة حتروح تقابل عشيقها، واليوم التخوينيين يقول لك إذا أعطيت المرأة حرية حتصير إما شاذة جنسياً أو حتخون الوطن. إيش هالمسخرة؟ إيش هالكلام؟ هذا جهل. إنكم تدخلوا بين الواحد وأفكاره صعبة من جد، أو تعترفوا أنكم غيرانين من جيل الشابات الجديدات. بناتنا اليوم عندهم شيء عمركم ما قدرتوا تحققوه أنتم اللي تتهمون بالانحلال. عندهم هوية وعندهم إرادة وعندهم إصرار وعارفين بالتحديد اللي يبغوه من هالحياة. يا عالم هذولي بناتنا، يعني مو طب مو أنا كنت كذا، كنت ما أبغى أتزوج، كنت أبغى أشتغل وأبغى أحقق أحلام وأبغى أحقق طموحات أو ما أبغى أعيش حياة تقليدية، وتزوجت لمن جاء على بالي أتزوج، فصرت منحلة؟ يا منحلين فكريا، هو في قاعدة دينية أصلا ولا مجتمعية تقول الزواج غصبا عنكم؟ خلصنا من مدعيين التدين وأصحاب صكوك الغفران، استلمونا أصحاب صكوك الأخلاق ومدعي الحشمة. لازم كمجتمع نتكاتف دفاعا عن السعوديات. كل رجال منكم في وجهه شارب في وجهه لازم يدافع عن أعراض بناتنا. أبغى أعرف بس، هل حنسكت؟ يعني هل سنمارس الصمت أمام من يتهم بناتنا وأعراضنا بالأخلاق والشرف والسمعة والوطنية؟ حنسكت أو حنطالب بمحاكمته ومقاضاته على السب والقذف والفتنة وتشويه السمعة وضرب اللحمة الوطنية والتجريم؟ واحد مختل ولا واحدة مختلة عقليا ومحدثين وطنية نازلين شارع من شوارع تويتر وقاعدين يوزعوا الألقاب، أنت خاين، أنت موالي، أنت خاينة، أنت نسوية خاينة، أنت نسوية عميلة، لا أنت محتشمة، أنت فسخ الحياة. أنا بس في راسي كم سؤال من زمان حابة أحد يجاوبني عليهم. هل سمعتم اللي قاعدين ترفضوا وتكفروا وتخونوا العالم، عمركم سمعتم عن حركة نسوية تغتصب أو تفتي بقتل المخالف والمختلف؟ هل أخرجكم الليبراليون من ملتكم؟ هل أخرجكم الليبراليون من عقيدتكم؟ هل سمعتم عن ليبرالي يفجر باسم الليبرالية؟ يا عالم فرقوا بين من يدعو إلى الحياة ومن يدعو إلى الموت. أنا فعلا أشفق على هذه الفئة من قلبي، ما عمري كنت أفكر أرد عليها بس الموضوع خرج عن حده. أشفق عليها هذه الفئة لأنه مو لاقين شيء يعملوه، أبدا مو لاقين شيء، يسووا معقدين نفسيا، هم مختلين عقليا. في أحد يوزع تهم الخيانة كذا على العلني؟ في بلد يحصل فيه هذا الأمر؟ معقدين وغاطسين في مكان وحاشرين نفسكم في مكان، اخرجوا للدنيا حاشرين حالكم في مكان، بينما كما يقول ميلان كونديرا الحياة في مكان آخر. جميلة الحياة لو رأيتموها. صباح الخير.